أسماء برزت بشكل لافت في تشكيلة المدرب الفرنسي الجديد كورنتان مارتينز استحقت منا التوقف والإشادة. الظهير الأيسر للمنتخب الوطني علي عبيد بدا مغايرا شكلا ومضمونا لأدائه حين كان مع نادي الكونكورد وضمن تشكيلة العجوز السابق باتريس نفا، فقد تحسن اللاعب كثيرا على يد المدرسة الليفانتية الإسبانية والتي التحق بها منذ شهور، فبدا أداء اللاعب مغايرا، ومن الواضح أنه خضع للعديد من التجارب هناك، فكان وبدون منازع هو الأفضل، متسما بصفات اللاعب المحترف ومؤكدا أن مكانته في نادي ليفانتي محجوزة. أما أوراق اعتماده كلاعب أساسي في تشكيلة المنتخب مستقبلا، فكل الجماهير الموريتانية تعتقد أنه قدمها بشكل لافت في المباراتين الماضيتين. الظهير الأيمن لنادي الكونكورد اللاعب جاو في أول ظهور له مع المنتخب كان حريصا على تقديم نفسه في أفضل حال، رغم سيل الانتقادات التي وجهت له عقب خروج تشكيلة المنتخب الوطني بأن لا مكان له في المنتخب واختياره كان مجرد تحصيل حاصل، لكن اللاعب كان رده سريعا في مباراة النيجر، فقد كان ممولا رئيسيا من الجهة اليمنى طيلة الشوطين مع القيام بأدواره الدفاعية على أحسن وجه، فكسب بذلك ود كل مناصر المنتخب وحجز مكانته ضمن تشكيلة الفرنسي الجديد. ماما دونياس لاعب الكونكورد أيضا لم يدخل أساسيا مع المنتخب طيلة مشواره سواء مع الفرنسي باتريس أو مواطنه كورنتان مارتينز، وحين دخل كعادته بديلا للاعب جاكيتي في أول لمسة له تحصل على ضربة جزاء، وبعد ذلك بدقائق تمكن من تسجيل الهدف الثاني، فكان رجل المباراة باستحقاق ووضع بصمته لقادم الأيام. وأخيرا تقي الله الدن البديل الذي غير كل شيء في منطقة الوسط بعد دخوله، بل إنه كان السبب الرئيسي في تحرك منطقة الوسط وتزويد الماكينة الهجومية والتي عانت كثيرا في شوط اللقاء الأول من عدم وجود ممول رئيسي، فاستحق الإشادة. ولأن الفرنسي الجديد ما زال يؤكد يوما بعد يوم أن عملية البحث عن لاعبين جدد مستمرة، تحيطه الجماهير الموريتانية علما بأن المواهب والقدرات موجودة ولا تحتاج إلا لزرع الثقة، وعملية صقل المواهب هي الحل في قادم محطاته.